الحمد لله الذي جعل اليمن بلد الحكمة والإيمان، وغرس في نفوس أبنائها العزة والإباء ونبذ الطغيان، فنصروا الدين وأحبوا جميع الصحابة الكرام، وامتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فتأدبوا إجلالاً وكفوا عنهم اللسان. الحمد لله الذي جعل المحافظات والمديريات وأبنائها للمقاومة عنوان. الحمد لله الذي هيأ لليمن في قمة المحنة دول التحالف ونجدة ملك الإنسانية سلمان، وجعل وعجل بخلاص اليمن من عفاش والحوثي وشر المجوس من أتباع إيران. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام، وعلى من تمسك بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. 160 يوما منذ تدفقت ميليشيات الإجرام إلى مدينة تعز، سلوهم ضد كل من هذا العدوان الذي لا يزال يمارسونه. هل هي العزة بالإثم أم الحقد على اليمن واليمنيين؟ في الأسبوع الماضي أعداد من الأطفال وأعداد من النساء وأضعافهم من الشيوخ والرجال سقطت على بيوتهم غدرا صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والمدافع والدبابات، وطالت كل الأحياء السكنية، وسقط الشهداء وارتفعوا إلى الله في ميادين الشرف والبطولة. بأي ذنب قتل هؤلاء؟ تعالوا نسأل أيضا الصامتين إزاء هذه الجرائم النكراء. إلى متى سيطول صمتكم؟ ألا تؤنبكم ضمائركم؟ أين دوركم في النصح؟ أين دوركم في المساعدة والإعانة؟ أين دوركم في فضح جرائم ميليشيات الحقد والإجرام؟ لقد تجاوزت المقاومة الشعبية في تعز بفضل الله، ثم بفضل أبطالها وبالحاضنة الشعبية مراحل الخطر، وانتقلت المقاومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. وهنا لا ننسى الدعم الكبير والمساندة العظيمة لقوات التحالف العربي ودول الخليج، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية لا يمكن لأحد أن يتجاهل ذلك الموقف. لقد انطلق الشارع اليمني يهتف بصدق وتلقائية شكرا سلمان، كلمة تعبيرية شعبية وجماهيرية صادقة. ومن هنا أقول أنا كشاب في المقاومة باسم شباب المقاومة في محافظة تعز، شكرا مرة أخرى لملك الإنسانية سلمان، لقد أعدت للأمة أمجاد العرب وبطولات الأحلام والنخوة والشهامة والإباء بهذا الموقف النبيل. وليس بغريب أن يقف الأخ مع أخيه في المحنة والشدة. سيسجل التاريخ أيضاً أن دول التحالف العربي وهي تقف إلى جانب اليمن بكل صلابة وقوة، هي في الوقت نفسه تسقط خطر المشاريع التي كانت تهدد الأمن القومي والإقليمي. سيسجل التاريخ أن دول التحالف العربي تضع لبنة في المكان الصحيح في صرح تحالف عربي في المستقبل. ومن هنا أقول إن على كل أطراف المقاومة الشعبية بكل مجالاتها العسكرية والسياسية والإعلامية أن توحد الجهود وأن تضع نصب أعينها كسر الحصار الذي تفرضه الميليشيات وتطهير ما تبقى من أطراف المدينة منها، والتعامل بتسامي والتضحية لأجل المبادئ والقيم التي خرجنا من أجلها. إن من عوامل انتصار المقاومة الشعبية في تعز وقبلها في عدن وغيرها من المحافظات استمرار وحشية البغاة وجرائم المعتدين، فكلما زاد قصفهم واعتداؤهم كلما ثبت المقاومون، كلما ازداد المقاومون إصرارا وثباتا وتضحية وتماسكا وأخوة وتعاونا ونصحا وإيثارا، كلما زاد الحقد الدفين على الأطفال والنساء تكاثر وتسابق الآلاف للانضمام إلى المقاومة، انضم إليها الشرفاء والأبطال وامتدت دائرة الغضب الشعبي على الميليشيات الإجرامية وازداد التحام الجماهير بالمقاومة الباسلة. ولا أدل على خسة المعتدين ودناءة أخلاقهم من عملية قنصهم يوم أمس للشهيد عزيز عبد الله سعد في منطقة الضباب، وهي تقوم بواجب إنساني بطولي بإسعاف أحد الجرحى الذين سقطوا جراء قنصهم من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية، بل وصل بهم الحد إلى أنهم احتجزوا جثتها لساعات. فأي مستنقع سقطوا فيه وأي تعر انكشف فيه زيف شعارهم وبان فيه عورهم ونضجت فيه قلوبهم من نار الحقد والغل والكراهية على المرأة والطفل والإنسان بعد امتهان كرامة الأوطان. فهل يظنون أن تنكسر مقاومة ويأتي إليها الآلاف في كل يوم ويجدون هناك أبطالاً أمامهم، ثم لا يكن أمام قادة المقاومة أن يقولوا لأولئك المنضمين بالآلاف لا نجد ما نحملكم عليه؟ هل تنكسر مقاومة؟ هل تنكسر مدينة
كمدينة تعز، هل تنكسر مدينة تودع فيها الأم ابنها والزوجة زوجها والأخت أخاها وقريبها؟ هل تنكسر مدينة كمدينة تعز تودع الأم والزوجة والأخت بطلها المجاهد الذي يذهب إلى جبهات القتال وهي تقول له هنيئا لك هذا الشرف، لقد حرمنا منه، يا ليتنا معكم. انتصار المقاومة نتيجة لإيمان صادق بعدالة القضية، نتيجة إيمان صادق بعدالة القضية. إن هناك لدى شباب المقاومة إرادة ثابتة لا تتزعزع، لا ترغيبا ولا ترهيبا. أيها الصامتون، تعز تتعرض للإبادة من تتار العصر الهمجي، فماذا ستقدمون لتعز؟ ماذا ستقولون لأطفالكم في المستقبل؟ تعز محطة المستقبل للحلم اليمني العظيم في دولة اتحادية عصرية لكل اليمن، تشكل وتسطر مفرداته مدينة تعز. تعز عنوان الوطنية لكل اليمن، تنزل على تعز كل حقد العصابات، لكنه حقد لن يكتب له التقدم، بل سيكتب له التقهقر والخسارة. أيها الأحرار، أيتها الحرار، أيها المرابطون، يا أبطال المقاومة، الصبر والثبات، الصبر والثبات والتسامي على الجراح والتضحية هو سبب للخلاص. أيها الثائرون الأحرار، وقبل أن أختم خطبتي الأولى، لي رسالة إلى المبررين والمتعاطفين عن جرائم صالح والحوثي، وهم قلة قليلة. أقول لهم، رغم فضاحة إجرام صالح والحوثي في حق أبناء اليمن عامة وتعز خاصة، أقول لأولئك المبررين والباحثين عن أخطاء لشباب المقاومة من أجل أن يضخموها ليسوءوا للمقاومة، إنكم لا تعلمون أنكم محاسبون عما تقولون وما تكتبون. ألا ترون الحصار؟ ألا ترون الدمار؟ ألا ترون القتلى في كل بيت؟ لا يستثني بيتا دون بيت. أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. قلت ما سمعتم، توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد. أيها الأحرار، أيتها الحرائر، أيها الأبطال، أيها المقاومون والمجاهدون، رسالة إلى أولئك الأبطال، رسالة إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين الفداء فصعدوا سلم الكرامة وعرجوا إلى سماء الخلود، إلى الدماء الزكية التي سالت من أجل عزة وطن وكرامة إنسان وحماية حقوق وإقامة عدل، إلى كل الأبطال الذين نالتهم المبادئ وفجرت جرائم ميليشيا الحوثي وصالح بركان غضبهم ليثوروا حماية للدماء والأموال والأعراض، إليهم جميعاً
فمنهم من قضى نحبه فمضى بإذن الله شهيدا، ومنهم من ينتظر وهو يسأل الله الشهادة ويفتدي بروحه رفاقه وبلاده. إليهم تحيات عرفان وقبلات وفاء ودعوات رحمة ونفحات حب وعقود فل وياسمين على أعناق المرابطين المقاومين أو ضريح الشهداء الخالدين. رسالة الثانية إلى أحرار العالم، إلى أحرار العالم وفضائيات الدنيا وقلوب الإنسانية وضمائر البشر. لقد هزتكم الجرائم البشعة بحق أسرة القدس وبحق أطفال تعز ونسائها، ولعل بعضكم بدأ يحس بهول ما تلقاه مدينة تعز من عدوان غاشم. لكن الأدهى والأعظم أن مثل هذه الجرائم البشعة والغير أخلاقية والغير إنسانية تمر كل يوم هنا في تعز، بل تمر كل ساعة هنا في تعز، وتتكرر في كل حي وتصيب كل حارة، فتزيد أعداد الضحايا وتنقص، وتتفاوت أعمار الشهداء، وتكتظ المستشفيات بالجرحى والمصابين. فهل تعلمون الأرقام المهولة لضحايا القصف الإجرامي على المدنيين والأبرياء؟ وهل سمعتم بالقصف الوبائي المدمر المهلك والذي تقضي به حمى الظنك على أبناء تعز وهم يتساقطون بالعشرات والمئات دون علاج ولا مستشفيات ولا غذاء ولا دواء ولا رفع لمكدسات القمامة؟ هل تعلمون أن تعز العزة والكرامة مطوقة بحصار خانق من عصابات صالح وميليشيا الإجرام الحوثية، ومحرومة من أساسيات الحياة، فلا يدخلها دواء ولا يصلها غذاء ولا فواكه ولا خضروات ولا ماء؟ يا عيون العالم، يا آذان الدنيا، يا قلوب البشر، تعز تحاصر لتستسلم وتنكسر، ولكنها لن تنكسر، وبإذن الله ستنتصر، وبإذن الله ستنتصر. ماذا تقول الرؤى عن محنة القدس، عن صالح وعن الحوثي ذوي النجس، وما تسطر عن إجرام طغمتهم؟ فإنهم دون أخلاق ولا أسس. هم يقصفون الضحايا الأبرياء إذا ذاقوا الهزيمة أو فروا كملبسس. وكيف يأمن مكر الله طاغية وليس يخشى دعا المظلوم في الغلس؟ ظنوا المهيمن عنهم غافلا خسئوا طرا وخابوا، فما كان الإله نسي. وقصفهم لم يعجل موتنا أبدا، الموت بالعز عيش خالد قدسي. لم تثنوا مقاومة، دم الشهادة أزهى من حلى العرس، دم الشهادة أحلى من دم العرس. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، أمركم الله بذلك إرشادا لكم وتعليما وتشريفا لمقام نبيه وتعظيما، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أعدائنا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور الحوت وصالح يا أكرم الأكرمين. اللهم يا جبار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم للأطفال، اللهم انتقم للنساء، اللهم انتقم للشيوخ، اللهم انتقم يا رب العالمين من هؤلاء المجرمين. اللهم انصرنا عليهم.